السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكناري، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، والتي سوف نتعرف فيها على الأطعمة الصحية والمتوازنة التي يجب تقديمها في فترة حضن أنثى الكناري للبيض، سواء كان الذكر معها أو هي فقط. وما هي الحاجيات التي يجب توفيرها داخل القفص لكي تمر مدة الحضن على أحسن ما يرام وخروج الفراخ بشكل سليم؟ وهذا الفيديو خصصته لبعض الأصدقاء الذين لا تكون لهم دراية على كيفية التعامل مع أنثى وذكر الكناري في مرحلة حضن البيض، مما يبدأون في تقديم وتنويع في الأكل قصد العناية بالطيور، ولكن خلال مرور هذه المرحلة ينصدمون بأشياء ليست جيدة لا لصحة الطيور أو ما ينتظره المربي من طيوره. فابقوا معنا وشاهدوا الحلقة كي تصلكم كل الأفكار التي سوف أطرحها لحصولك على بيض مخصب في الأعشاش كلها. وإذا كنت أول مرة تزور فيها القناة، لا تنسى وضع بصمتك بالاشتراك فيها وإعجابك بالفيديو كتشجيع لنا لنشر مواضيع جديدة إن شاء الله. فخلال مرحلة حضن أنثى وذكر الكناري للبيض، تكون حركة الطيور قليلة داخل القفص، فالأنثى هي من تتولى الحضن البيض، والذكر فقط يساعدها في بعض الأحيان في تقديم لها الطعام. وهنا البعض منا يبدأ في تنويع وتقديم الخضر والفواكه والبيض المسلوق والأطعمة الأخرى قصد تلبية أو تعويض جسم الطيور على ما فقدوه خلال وضع البيض. وهذا الفعل كنت أنا أيضا أقوم به عند بدايتي في تربية طيور الكناري وقلة خبرتي فيها. ومن بين المشاكل التي كنت أواجهها وهو عدم نجاحي في الأعشاش الأخرى، فكنت أجد أن البيض غير مخصب، فالطيور كانت تصاب بالكثير من التشحيم خصوصا الذكور التي تكون نسبتها ب 75% في تلقيح البيض، وهذا ناتج على ذلك الأطعمة والحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي كنت أقدمها في مرحلة حضن البيض. فهذه الأشياء كلها يجب تجنبها وعدم ارتكابها إذا أردت الإنتاج من طيورك بشكل جيد وحصولك على فراخ في الأعشاش كلها. أما بالنسبة للأطعمة الصحية والمتوازنة والجدول الغذائي في مرحلة الحضن والتي يعني تقدم في مرحلة حضن البيض، وأنا أيضا أقدمها ولا أجد بتاتا أي مشكل مع طيوري، وهذا تسخير من الله عز وجل. أما بالنسبة إخواني للحاجيات التي يجب أن توفرها في مرحلة حضن البيض، وهي حبوب البراقة فقط، يعني لا تكون فيها بتاتا حبوب السوداء الأخرى التي تحتوي على نسبة كثيرة من الدهون، وأيضا تقديم الماء الطبيعي فقط، وهذا بالنسبة للإخوان الذين يقدمون الفيتامينات أو المحفزات في الماء، ففي فترة حضن البيض يجب الاستغناء عنها وتعويضها بالكالسيوم إذا كان متوفر عندنا. أما بالنسبة للخضر والفواكه فنكتفي فقط مرة في الأسبوع أو مرتين بتقديم ورقة خس أو قطعة تفاح لا أقل ولا أكثر أصدقائي، لأن جسم الطيور يكون قد أخذ ما يجب أخذه في مرحلة التجهيز وتخزينها لمرحلة حضن ووضع البيض. فهذه الأشياء التي ذكرنا بعد قليل هي ما وجب عليك توفيرها خلال مرحلة حضن البيض إذا أردت إبقاء طيورك بصحة جيدة وإنتاج منهم بطريقة سليمة في الأعشاش القادمة. أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم جميع المعلومات لفترة حضن البيض، وشكرا على دعمكم المتواصل، وأتمنى لكم موسم موفق. ومن أراد أي سؤال فلدي صفحتي على الفيسبوك والإنستغرام، أيضا هناك فيديوهات فيما يتعلق بتربية طيور الكناري. والسلام عليكم ورحمة الله أصدقائي.